الكتوش ما سميته، الانزلاق الغضروفي او انضغاط الفقرات. ابو راشد لازم نعرف ميكانيكيه كيف الفقرات بتنضغط. العضلات بتشد بتضغط على الفقرات، والفقرات بتضغط على العصب. مرات الضغط على العصب اذا راحت للجذور على اليمين بيصير الم اسفل الظهر بينزل لليمين، اذا ضغطت على الجذور اللي بتودي اليسار يسار. ومرات الالم بتنقل. الانزلاق الغضروفي او الانضغاط الغضروفي ضغط فقرات على العصب، واكثر شيوعا اسفل الظهر، لانه اسفل الظهر بيصير تحميل كثير على اسفل الظهر. ممكن يكون الانزلاق الغضروفي باعلى الظهر او النص او اسفل، ولكن الاكثر شيوعا اللي هي اسفل الظهر لانه اكثر التحميل عليها. لازم نعرف ايش اسبابها. حمل إشي ثقيل، حركة مفاجئة، وضعيات خاطئة مع الزمن، يعني الكبر بالسن، يعني ما واحد عمره 80 90 سنة وإشي، وممكن واحد يكون عمره 25 سنة يرفع إشي أو ثقل يصير عنده انزلاق غضروفي. هذا الانزلاق الغضروفي. إيش علامات؟ في سؤال. طيب كيف أنا خايف يا دكتور حاتم، هل ممكن اللي عندي شد عضلات ولا انزلاق غضروفي؟ كيف بدي أفرق؟ حلو. ممكن أنا من حركة واحدة أعرف، من حركة واحدة أو من علامة واحدة. إذا عندك ألم بالظهر وبينزل للرجل غالبا ديسك. وطبعا أنا مش هتوهم أو أتنبأ، طبعا عند دكتور العظام هيسوي أشعة ببين، ولكن كمثلا كأنا كدارس بكالوريوس وخبير بقول لك لو عندك ألم في الظهر ينزل للرجل غالبا بيكون ديسك في أسفل الظهر. طبعا هتروح عند الدكتور يسوي لك أشعة وعلاج دوائي وعلاج طبيعي. لو الألم فقط بالظهر وما ينزل للرجل ومع الراحة بخف، أو لما تجهد نفسك بيزيد، ولو ريحت بخف، اعرف أنه عبارة عن عضلات مشدودة. هذا إذن هذا الفرق بين الانزلاق الغضروفي وبين إيش الجهد أو الشد في أسفل الظهر. لو عندك شد في أسفل الظهر ومع الراحة بخف، في تطبيق بسيط جداً خلال يوم مع الراحة بيروح الألم والشد مباشرة. بتنام على بطنك وبتخلي مثلا ابنك الله يحفظه بكف الإيد يحط زيت زيتون ويدلك تدليك دائري على أسفل الظهر كاملا 10 دقائق متواصلة. هذا التدليك بيعطي حرارة للعضلات وبيخفف الألم والشد بفك. إذا الشد فك خلاص بيروح الألم تماما وبتمارس حياتك طبيعية. بس يشترط أنه بهذا اليوم ترتاح. مش معقول يكون ظهرك شادت وانا عملت لك التدليك الطبي وبعدين انت تروح تشيل جرد غاز او تنزل وتطلع. أيوة. او تقعد تسوق تطلع على القصيم مثلا على خط واحد. لا ترى بطلع القصيم اليوم، تطلع على القصيم من غير ما تريح على 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 على, على سحبه واحده بيرجع لك الشد. اذا راح يوم مع هذا التدليك بيختفي الشد. والانزلاق الغضروفي طبعا بده دكتور عظام وجلسات علاج طبيعي. الله يجزاك خير دكتور. اشوفك مركز على زيت الزيتون. انا 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 اخر 10 سنوات بشتغل عليه كثير. انا طبعا بكالوريوس علاج طبيعي، مؤهلي بكالوريوس علاج طبيعي 5 سنوات، بس بصراحه اخذت اكثر من 20 دورة بالتدليك الصيني، وبستخدم بالتدليك الصيني زيت الزيتون. عارف الانزلاق الغضروفي والشد العضلي الكامل، مرات ما بستخدم اجهزه كهرباء ولا حراره ولا بستخدم بعض الاجهزه. العلاج الطبيعي بيستخدم بعض، ممكن اقعد ساعه كامله ادلكك تدليك طبي على العضلات الشاده وعلى عضلات الفخذ الخلفيه 6 جلسات 10 جلسات باذن الله بترجع طبيعي وبالعلاج اليدوي. وبعدين بنعمل شويه يعني في نضغط على مراكز حيويه بالجسم وضغط بسيط على الفقرات وتدليك على العضلات من غير ما استخدم اجهزه باذن الله بترجع طبيعي بامر الله. طيب والمساج يا دكتور؟ في مساج علاجي. ايوه انا بستخدم مساج، بس علاجي مش مساج استرخائي، يعني اللي بالسعوديه ودول الخليج منتشره يمكن اكثر من البقالات. أيوة. المساج الاسترخائي دلع. حق الدلع الاسترخاء وكذا، يعني يمكن بكون الشاب بيلعب كوره وحس انه يعني تعبان بيروح على المساج استرخاء. او في عندك سويدش مساج، سويدش مساج مره قلت له فليبيني وريني، او واحد من شرق اسيا، عفوا واحد من شرق اسيا وريني كيف بتعمل السويدش مساج، مساج سويدي، وعلى ايدي طبق لقيته ايش بيعمل هيك يعني خفيف. قلت له خلاص جو خاف اني ما اعطيش فلوس، قلت له خذ 100 ريال وخلاص شكرا روح. يعني هذا مساج استرخائي طبعا، بس لو عندك عضله شاده او عندك ديسك او بدايه ديسك او مرض لا يمكن المساج الاسترخائي يعالج ابدا، ولكن المساج العلاجي والتدليك العلاجي بامر الله بيعالج
أنا ما بدي أتكلم عن نفسي كثير، لأنه لو عندك ديسك من الحالة الخطيرة أو الوسط ممكن بفضل الله أعالجك يدويا. طيب عشان عندنا أسئلة. أيوة يلا يلا جاهز. طيب جاهز يا أبو راشد. هذه تسأل أيضا على كاريزما.